الحقيقة احنا طبعا هذا الموضوع الملف أصبح الواقع ضاغط على الحكومة وبيد الحكومة الحقيقة حاليا. هذا الملف بيد دولة رئيس الوزراء، ملف المباحثات. المياه والمباحثات. نعم نعم. متفهم جدا للموضوع، واحنا كان لقاءات عديدة أصبح بدأت. أنا أولا التقيت مع السفير التركي على مدى ساعة ونص الواقع، تحدثت وياه بشكل صريح وشفاف وواضح، وقلت له احنا عندنا معلومات فنية واضحة جدا حاليا. التطور اللي صار بالتقنيات ممكن أن نعرف الخزين المائي في كل السدود التركية، ما اكو شيء مخفي. طيب، فقلت له بشكل صريح أنه عندنا تصور عن ما لديكم من خزين، ممكن أن تطلقون بشكل آمن. أنا ما أطلب منك تأثر على خطة توليد الطاقة الكهربائية عندك أو تستنزف مياهك، لا، أنا أطلب ما تقدر تطلقه بشكل آمن إلك. وفعلا هناك إمكانية إطلاق كميات من سد أتاتورك بالنسبة للفرات، ومن سد أليسو بالنسبة لدجلة. إيش قد الممكن إطلاقه؟ وفق ما كنا طالبية إحنا، كان هناك وفد فني ذهب شهر حزيران والتقى مع الفنيين الأتراك، وصار تفاهم واضح أنه هناك خطة تبدأ من بداية تموز زين لإطلاق كميات محددة حتى بالأرقام. يعني طلبنا 370، احنا طلبنا 500، لكن اتفقوا على أن يطلقون بحدود 370 من أليسو تدخل إلى سد الموصل. 370 مليار 300 متر مكعب في الثانية، وأيضا بالمقابل 350 من سد أتاتورك تصل للحدود السورية التركية. احنا أيضا كنا طالبين 500. للأسف لم يطبق هذا الاتفاق. لم يطبق هذا الاتفاق. ايش قد قاعد تطلقون؟ من 1/7. نعم، هو كان المفروض 1 تموز. 1 تموز لازم كان ينفذون، ما نفذوا، إلا أنه لم ينفذوا. نعم، لغاية قبل يومين فقط هناك تحسن في إطلاقات سد الموصل من أليسو.